لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على الجرس لتفعيل التنبيهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نشرح طريقة فصل تفعيل الكي المستخدم في البرنامج أو عملية الريليس. تستخدم هذه العملية في حال عمل فورمات للكمبيوتر أو البي او اس ماشين، أو في حال تغيير الماشين إلى أخرى جديدة. أول شيء نفتح البرنامج، نحدد المربع الأول ونكتب كلمة admin admin، نضغط enter. وفي حال إنك غيرت الباسورد راح يكون الباسورد اللي أنت سويته. طبعا إذا استنفذت الأربع مرات في عمل الريليس أو فصل التفعيل راح يكون هناك رسوم حق عمل ريليس مرة ثانية، وما راح تكون قادر على ان انت تغير اسم المكان او تغير اسم البزنس في عمل الريليس. عموما راح تفتح لنا صفحة الاعدادات، نروح على السيتنج ونختار ريليس لايسنس. طبعا عندنا اربع مرات، او نقدر نستخدم هذه الخاصية اربع مرات لكل كي مستخدم. لازم يكون موجود عندك الكي نفسه او البرودكت كي نفسه والبزنس فون المستخدم في عملية التسجيل. نكتب الريزون او السبب، مثلا فورماتينج ف بي او اس، ونعمل ريليس اللايسن. يعطيني هذا المسج: Are you sure you want to release your license؟ نقول له يس. The license is released successfully. نضغط OK. راح يخرجنا من البرنامج. ندخل على الموقع الإلكتروني www.postbankksa.com/forms/update-license.asbx. ندخل البرودكت كي. وندخل البزنس فون المستخدم في عملية التسجيل الأولى، وندخل رقم الديفايس نمبر الجديد، أو في حالة الفورمات تثبت البرنامج وتفتحه تضغط على اللي هو الديمو فيرجن للباسورد اللي هو أربع مرات رقم 9. راح يفتح عندك هذه الصفحة، تضغط على اكتيفيت. تسوي كوبي الى الديفايس نمبر وتخليه في هذا الفراغ، نضغط على ابديت. This license already registered for the device ID your certification key. فمعناته ان الديفايس صار له ريليز الحين، او البرودكت كي صار له ريليز، نقدر نستخدمه مرة ثانية. نعمل له كوبي ونخليه ونعمل تشيك ونضغط. هتلاحظون ان البيانات راح تنملي اوتوماتيك من البيانات اللي سجلناها قبل. نضغط على الريجستر. The registration has been successfully done. نضغط OK. الحين نقدر نستخدم البرنامج بكل مميزاته. شكرا لمتابعتكم، وانتظرونا في فيديوهات قادمة ان شاء الله.